لا يهم إن كنت في أعلى منصب سياسي في البلاد، فحتى تكاليف ما ترتديه وعائلتك من ملابس ستكون تحت المراجعة، خاصة إن كانت بأموال المانحين للأحزاب البريطانية. ستارمر وجد نفسه في مواجهة مع القانون بسبب عدم إفصاحه عن مصدر ملابس زوجته فيكتوريا ستارمر، التي يبدو أن فاتورتها دفعت من قبل أحد أهم المانحين لحزب العمال وحيد علي. وبحسب السجلات المالية، فإن أموال علي غطت تكاليف ملابس فيكتوريا ومتسوق خاص بها قبل وبعد الانتخابات في يوليو. وزير الخارجية ديفيد لامي دافع عن ستارمر معتبراً أن المشكلة ليست مشكلة شفافية. أعتقد أنه تم الإعلان عن الأمر للمفوض البرلماني لأن هناك مناقشة فرعية في ملفات رئيس الوزراء، ثم عاد إلى المفوض البرلماني لتوضيح ما إذا كان ينبغي إصدار إعلان آخر، وهذا ما يحدث الآن. لذا فهذه ليست قضية شفافية، بل إن رئيس الوزراء يسعى في الواقع إلى الامتثال للقواعد. وكان ستارمر قد صرح عن التبرعات التي حصل عليها حزبه، لكنه أهمل الإفصاح عن جزئية تكاليف الملابس التي أعطيت لزوجته، وهو ما يجعله مخالفاً محتملاً لقواعد البرلمان التي تلزم أعضاء المجلس بتقديم معلومات عن شؤونهم المالية المتعلقة بالتبرعات التي يحصلون عليها خلال 28 يوماً من تلقيها. وذكرت التقارير أن ستارمر عاد ليفصح عن التكاليف المذكورة بعد حصوله على نصيحة من قبل مستشاريه، لكن هذا لم يعفه من اتهامات خصوصاً من حزب المحافظين بخرق القواعد البرلمانية، مطالبين بإجراء تحقيق كامل في الأمر.